شو إيش بك عابس وزعلان اليوم؟ آه يا دكتور مرتي، يا دكتور مرتي، إيه علينا؟ رجعنا لمرتك؟ شو القصة هالمرة؟ يا سيدي امبارح طلع خلقي وعصبت على المرة وطلقتها بالثلاثة. زعلتني يا سيد إسلام هالخبرية. الطلاق ممكن يأزم الحالة النفسية عندك كتير. أكتر من هيك تأزم دكتور؟ طيب ما في أمل إنكم ترجعوا لبعض؟ والله يا دكتور نحن منحب بعض، واللي صار كان نتيجة فورة غضب، وبصراحة أنا ندمان كتير. روح لعندها بوردة حمراء ورجعها على البيت. الحب غالب يا سيد إسلام غالب. شو هالحكي؟ الظاهر ما عم تفهمني دكتور، قلت لك طلقتها بالثلاثة، وحسب الشرع ما ممكن ترجع العلاقة إلا بشرط واحد. وشو هالشرط دخلك؟ والله ما بعرف كيف بدي أشرح لك يا دكتور. افتح لي قلبك يا سيد إسلام، سرك في بير عميق. حتى ترجع العلاقة بيناتنا يا دكتور لازم تنبنى علاقة جديدة. طبعا لازم تبلشوا علاقة جديدة. كيف لكان؟ يلا يلا روح جيبها. دكتور ركز معي شوي الله يخليك، بالأول لازم مرتي تبني علاقة جديدة مع رجال غيري. يخرب بيتها، فعلا انت انك مجنون رسمي. مو أنا اللي بقول يا دكتور، مو أنا، هذا الشرع. الشرع بيمنع الرجعة بعد الطلاق بالثلاثة. ما في حالات استثنائية؟ بلا بلا، شرع الله فيه لكل داء دواء. بهالحالة مثل ما قلت لك لازم تنكح واحد تاني قبل ما ترجع لعندي، مثل ما بيقول القرآن الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وشو الفايدة من الموضوع؟ وليش لازم تنكح غيرك يعني؟ العلم عند الله دكتور، أكيد فيها العملية حكمة ونحن ما بنعرفها. طيب شوف لك شي شيخ خليها تتزوج زواج وهمي وترجع لك بعد كم يوم. والله ما بيجوز، لأنه المعلم تبعنا حبكها من كل الميلات. كيف يعني؟ يعني ما بيكفي الزواج على الورق دكتور، لازم هي وهو. والله ما بعرف كيف بدي اشرح لك دكتور. كمل كمل سيد إسلام، لا حياء في الدين يا أخي. معك حق معك حق، يعني هو وهي لازم، يعني لازم يكونوا بالفرشة، فهمت علي دكتور؟ ايه يكونوا بالفراش مع كل التوابع؟ بري عليك دكتور، عن ستنا عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلوا للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. يعني الشفايف؟ لا لا، العسيلة يعني، سكر لي الكاميرا شوي حتى أفهمك دكتور. أوكي يا جماعة كات. العمل عم على هالسالفة، صدقني شغلة ما بتدخل بالراس. لك معقول هالحكي يا إسلام؟ ايه كيف لكان، ان شاء الله نفكر الشغلة شوربة دكتور، هاد شرع دكتور شرع. ايه خرجك الله لا يقيمه، ضروري يعني طلقها بالثلاثة؟ المشكلة مو هون دكتور. ايوه مرتك لازم تنكح واحد تاني وبتقولي المشكلة مو هون. ايه دكتور، المشكلة إذا الشخص التاني داق العسيلة وطلع ابن حرام وما حب يرجع المرأة، ايه شو بدي أعمل أنا بحالي ها؟ دكتور شو عم تكتب؟ عم اكتب لك تحويلة على العصفورية. هيك رأيك دكتور؟ خلص ما في أمل؟